حضرتك جاي تتضامن مع الشعب السوري؟ نعم، ده أقل واجب. أنا أعتقد أن الشعب السوري بيقدم نموذج للتضحية رائع في ظل نظام مستبد، نظام لا يعرف الإنسانية ولا يعرف الرحمة. أعتقد أن أقل واجب أن ندعم إخواننا في سوريا بكل ما نستطيع. يعني أعتقد أن إخواننا في سوريا يحتاجون دعم إعلامي، يحتاجون دعم سياسي، دعم مالي، ويعني كل أنواع الدعم التي تستطيع كل إنسان قدر استطاعته لابد أن يقدمها للشعب السوري. وأنا بدعو الشعب المصري لمليونية لدعم الشعب السوري وإخواننا في ليبيا وإخواننا في اليمن، لأن الدعم ده مهم جدا معنويا، مهم لتثبيتهم على طريق المقاومة والنصر ضد هذا الظالم المجرم السفاح ابن السفاح. يعني حضرتك سبقتني بالسؤال، كيفية التحضير للمولينية للمساندة الشعب السوري؟ أعتقد أنه لابد من توجيه النداء وتوجيه فعاليات المجتمع المدني والأحزاب خاصة الإسلاميين والشيوخ عن طريق قنوات الفضائية لدعوة المليونية لدعم الشعب السوري، مهمة جدا لأن هذا السفاح لا يتوقف عن مجازر ليل نهار في الشعب السوري. هل في خطوات فعلا اتعملت أو في مشاورات مع بعض القوى السياسية؟ والله كنا بنتكلم دلوقتي عن الدعوة لتفعيل ذلك، ولنبدأ بمظاهرة كبيرة جدا أمام السفارة السورية في القاهرة، ثم يتبع بعد ذلك فعاليات أخرى إن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى. رأيت حضرتك جالس مع جنب الأستاذ محمد البلتاجي، هل دار حديثا بينكم؟ دار حديث حوالين هذا الأمر يعني. يعني إذا نستنى قريبا إن شاء الله ولا لما يبادر الشعب السوري؟ لا بإذن الله ربنا يسر الأمر إن شاء الله، يكون فعاليات قوية للشعب المصري. أنا أعتقد بس هو في مشكلة، الشعب المصري مشغول بمشاكل كثيرة جدا بعد الثورة، والثورة لم تكتمل بعد ولم تحقق كل أهدافها. حضرتك تعلم الكويت طرد السفير السوري، هل نحن أقل من الكويت؟ لا، هو موقف الحكومة المصرية والمجلس العسكري ضعيف تجاه القضايا العربية حتى الآن، لم يأخذ موقف حاسم سواء مع السفير السوري أو السفير الليبي بطريقة واضحة أثارت الاستياء. يعني نحن أولى بعد التحرر من الاستبداد أن نوجه رسائل قوية ولطمة على وجه النظام السفاحين في سوريا وفي ليبيا. يعني شكرا أستاذ ممدوح. أنا بس أختم، بس أنا بوجه تحية لكل شهداء سوريا الأبرار فرضا لكل أهالي الشهداء، وأنا بس الله تبارك وتعالى أن يجعل دماء الشهداء هي الطريق للنصر والتحرر من نظام السفاح. وبقول لكل العرب والمسلمين ما يفعله نظام السفاح يأتي بدعم من شيعة إيران وشيعة حزب الله، فتنبهوا وانتبهوا لما يحدث بكم. شكرا.